أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت قسم حقوق الإنسان، ما تعرضت له مدينة الموصل حول مناطقها السكنية إلى مقبرة لا حياة فيها. من صحيفة المدى، الطارمية لم تعد آمنة وأربع عمليات تطهير تفشل بتأمينها. من موقع كتابات، قوات مشتركة تصل إلى البصرة لردع النزاعات العشائرية. ومن موقع الجزيرة نت، خسائر فادحة للنظام السوري أمام التحالف الدولي. صحيفة العربي الجديد، 49 قتيلا و220 جريحا بقصف للنظام الروسي وروسيا على الغوطة وإدلب. ومن القدس العربي، مسؤول أمريكي مقتل أكثر من 100 مقاتل موال للنظام السوري بعد إحباط هجوم. أخيرا من صحيفة الحياة، فتح الشام هدف روسيا في سوريا بعد امتلاكه صواريخ مضادة للطائرات. كان لمقاومة أهل العراق دور كبير في التصدي لمشروع التقسيم والتفكيك الذي تحدثت الولايات المتحدة عنه علنا منذ بداية الاحتلال. فالخط الاستراتيجي للمقاومة العراقية باعتبارها مقاومة أهل العراق كافة ووقوفها في وجه عمليات إثارة الفتنة والحرب الأهلية وحشدها قوى مجتمعية في مواجهة مشروع الاحتلال والمنظومة القيمية التي أرسلتها وحققتها باعتبارها تدافع عن استقلال الوطن دون تحيز طائفي أو جغرافي. والخط الذي اعتمدته إذ لم ترتبط بأحد في الخارج ولم تراهن أو ترهن قرارها بأية مساندة، بحسب ما يرى الكاتب طلعت رميح في مقال له في موقع الهيئة نت. لقد اشتعلت المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال، كان فعلها العسكري حاضراً أمام عيون الناس الذين تابعوا مجريات الأعمال البطولية، وهو فعل حقق الشموخ للفرد العراقي وشكل وجداني وطني متوحد لدى كل من سارت في عروقه دماء الوطنية العراقية، وهو دور حقق متابعة إعلامية واسعة غرست في الجميع شعوراً بالقدرة على المواجهة وهزيمة الخصم المتجبر ككتلة وطنية وعلى أرضية وطنية موحدة. كانت الأعمال البطولية بذاتها ما جرى التركيز عليه في الإعلام من بطولات وفداء وخسائر لقوات الاحتلال ومهارات في الهجمات، وكانت الأفلام المصورة عنوانا دائما ويوميا في المتابعة خارج العراق وداخله، كلها أمور يتعلق تأثيرها بالوقت واللحظة والتأثير المباشر، إلا أن الجانب المفاهيمي والقيمي لا يسجل تأثيره المباشر عبر اللقطات المصورة لعمليات المقاومة، بل هو يترسخ في العقل والوجدان. ويضيف الكاتب، والحق أن المقاومة العراقية لم تشكل فقط عنوانا لمقتضيات الحركة الوطنية العراقية، بل هي سيجت النضال الوطني العراقي ومنعته من الإصابة بأمراض تعرضت لها حركات مقاومة أخرى. لم تسمح المقاومة أن تكون طرفاً في التجاذبات العربية مثلاً، أو أن تجري في داخلها الخلافات العربية أو الدولية، أو أن تكون امتداداً لأحد آخر. خيبة النظام السياسي الحاكم في العراق بقيادة حزب الدعوة والأحزاب والتحالفات الطائفية تكمن في مداراته وتحيله لإضفاء الطابع الدبلوماسية أو العلاقات المتبادلة والمتكافئة بين دولتين جارتين. لكن ما تفعله إيران دائما لا ينسجم أبدا مع سياسة عملائها في الحب من طرف واحد المهينة والمذلة. نظام طهران يسعى إلى إذلال المتيمين به بإهانتهم ومعاقبتهم على أبسط ما يعتبره خروقات في الولاء المطلق، حتى لو كانت تلك الخروقات لأغراض المرونة السياسية مع القوى المحلية والعربية والدولية. هكذا يرى الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة الحياة.
البيادق الإيرانية في العراق ما زالت مستمرة ومصرة على سيرتها في ممارسة لعبة الاختفاء خلف الشعارات الوطنية لتمرير مناورات الانتخابات البرلمانية أو القوانين أو بتقديم القرابين من شعب العراق خدمة لمشروع إيران أكبر الذي أشار إليه علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي بحتمية تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، متناسياً الانتفاضة في وجه نظام مرشده القمعي ومطالبة المتظاهرين بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والانصراف إلى معالجة الأزمات المستعصية التي حولت نسبة كبيرة من شعب إيران إلى ما تحت خط الفقر. لم يعد مناسباً إطلاق صفة التواطؤ على علاقة الأحزاب والتحالفات الطائفية في العراق بالنظام الإيراني، لأنها علاقة تكاملية في وحدة الأهداف يستحيل معها أن تترك العراق يتلمس طريقه لبناء غده بإرادة مواطنيه، ولا يوجد دليل على ذلك أفضل مما قاله الجنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري عن استعداد قواته لخوض الحرب المقبلة بالاعتماد على خطة الاشتباك مع العدو عن بعد، منوها بأن الجيشين العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا لبلاده. ويضيف الكاتب: لكن لماذا نعترض وبشدة على اعتبار الجيش العراقي عمقا استراتيجيا لإيران ونحن على دراية بكون النظام السياسي الحاكم في العراق مجرد سلطة مذهبية طائفية تتشكل في كل دورة انتخابية وفق رؤية إيران لمصالحها ومراوحة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على حل الكلمات المتقاطعة بينهما في العراق أو في المنطقة أو في الحرب على الإرهاب. الجيوش تتبع سلطاتها السياسية ليس العكس، والسلطة كالتي في العراق أو في سوريا حتما ومن تحصيل الحاصل أن يكون جيشاهما عمقا استراتيجيا للإرهاب الإيراني. فرضت القوات العراقية إجراءات أمنية في عدد من مناطق مدينة كركوك على خلفية تصاعد ظاهرة الاغتيالات في المدينة، وفيما يحذر السياسيون من استمرار الصمت تجاه هذه الظاهرة يتهم نواب جهات سياسية بالوقوف وراء بعض حوادث الاغتيال بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديد. اتهم عضو البرلمان العراقي عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر جهات سياسية بالوقوف وراء اغتيال أستاذ جامعي من القومية التركمانية أمس الثلاثاء، مطالبا خلال تصريح صحفي رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية الاغتيال، وأشار إلى أن بعض الجهات شكلت لجانا وعصابات لاغتيال الكفاءات، مبينا أن هذه الجماعات تعمل ليلا نهارا لخلق البلبلة والشغب من أجل تخويف الناس ونشر الهلع في قلوبهم. وفي السياق قال عضو تحالف القوى محمد عبد الله إن ظاهرة الاغتيالات تتصاعد بشكل خطير في كركوك وسط صمت من قبل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، مشيرا في حديث للعرب الجديد إلى وجود خشية من تصاعد هذه الجرائم كلما اقترب موعد الانتخابات. وتضيف الصحيفة نقلا عن نواب أن الجميع يعترف بوجود خلافات وصراعات في كركوك، لكن هذه الخلافات يجب ألا تصل إلى حد الاغتيالات والتصفيات، كما أن الوضع يتفاقم بشكل كبير ويتطلب وقفة حكومية جادة لإنهاء الأزمة التي يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء كل يوم. من منكم أيها السادة قادر على متابعة أخبار العراق؟ فنحن البلاد الأبرز للخبر اليومي العجيب والغريب. من عينة ما أوصانا به بترايس العراق موفق الربيعي من أن الظرف الحالي في البلاد غير مناسب للحرب على الفساد، ولم يدلنا حفظه الله عن الوقت الذي سيختاره لنا لرفع أيدينا بالدعاء عن من سرق أموال الناس وأعمارهم. هكذا يتهكم الكاتب علي حسين في مقال له بصحيفة المدى حول محاربة الفساد في العراق. قبل أكثر من 3 أعوام قال حيدر العباد: انتظروا وسترون كيف
أنقضوا على رؤوس المفسدين من دون أن يخبرنا من هي هذه الرؤوس التي أينعت ولم يحن أوان قطافها بعد. وإذا كان جنابك قد مللت من تصريحات العباد، فأتمنى أن تقرأ هذا الخبر الذي يحدث في زمن حرية التعبير. فقد حكمت محكمة الجنايات في محافظة المثنى، تذكر اسم هذه المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة فلاح السوداني من تهمة لفلفة مبلغ بسيط لا يتجاوز المليار دولار. هذه المحكمة نفسها أصدرت حكما بسجن المدون باسم خزع الخشان لمدة 6 سنوات، لأنه كتب في الفيسبوك عن فساد مجلس المحافظة، ولأن مجلس المحافظة الموقر شعر بالغبن والإهانة، فهو قد حول صحراء السماوة إلى واحة طبيعية يقصدها الملايين كل عام، فيما مركز المدينة ينافس سنغافورة ودبي. وبعد كل هذا يأتي مدون يكتب أكاذيب عن سياسيين مؤمنين يسهرون على راحة المواطن ورفاهيته. تصلح قصة المدون باسم خزع الخشان مثالا نموذجيا لكيفية سحق المواطن الذي لا يحتمي بميليشيات ولا عشيرة ولا حزب مؤمن، حيث يتحول إلى متهم يطارده قانون قرقوشي. المدون الذي هو واحد من ملايين العراقيين الذين تعاني مدنهم من الخراب بسبب الفساد والفاسدين، تجرأ وكتب عن مجلس المحافظة ليجد نفسه يقف أمام قضاء يجيد التفريق جيدا بين سرقة مليارية قام بها المجاهد فلاح السوداني وبين كتاب يدافعون عن حق المواطن للعيش بكرامة. لم تنتظر موسكو اختتام مؤتمر سوتشي لتبدأ تنفيذ تهديد حميمين بالعودة رسميا إلى التصعيد العسكري، خلافا لنظرية مناطق خفض التوتر التي روجتها عنوانا لإنهاء الصراع في سوريا بضماناتها إلى جانب إيران وتركيا. وجاء إسقاط طائرة سوخوي 25 ليطير صوابها، إذ يدشن مرحلة جديدة في الحرب، وإذا ربط بهجمات مطلع السنة لطائرات من دون طيار فوق قاعدتها المركزية فإنه مؤشر إلى بداية استهداف مباشر للوجود الروسي في سوريا، وذلك بحسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقال له بصحيفة الحياة. لم يعد أحد قادرا غداة مؤتمر سوتشي على توقع استئناف مسار جنيف أعماله، فالرؤية السياسية تشوشت وليس واضحا كيف سيوفق ديمس تورا بين استكانته الطويلة للإملاءات الروسية ومتطلبات موائمة مهمته مع توجيهات اللاورقة التي تبنتها الدول الخمس، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن. كان الصوت الأكثر خفوتا قبل محطة سوتشي وبعدها هو لإيران ونظام الأسد، اللذين اكتفيا بالتنسيق السري مع الروس وبمعزل عن تركيا التي حددت لها موسكو مهمة مختلفة تتمثل خصوصا بإحضار المعارضة إلى سوتشي، وقد فعلت أنقرة ما تستطيعه فأرسلت وفدا لحضور المؤتمر لكن بشروطه التي لم يقبلها الروس، فبقي في المطار ثم غادر. لكن الضمانات المسبقة التي حصل عليها الأسد والإيرانيون لم تنعكس على المؤتمر بعدما خفض الروس سقفه. ويضيف الكاتب: لم يثر الشعب السوري على أو لم يثر على استبداد النظام للحصول على نص دستوري جديد، فالمشكلة ليست في النص بل في تطبيقه لمنع الحاكم من مصادرته لتبرير استفراده مع عائلته وطائفته بالسلطة، بل هي في آلة القتل التي أنشأها النظام وحكم سوريا بها، محتقرا كل دستور أو قانون لهذه الآلة، ولا تزال أولى المشكلات وستكون كفيلة بتبديد أي بيئة آمنة لإجراء انتخابات حقيقية كما يرى الكاتب. نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا لكل من حنا لوسيندا سميث وريتشارد سبنسر يتحدثان فيه عن تنظيم الدولة وفرص ظهوره من جديد في سوريا والعراق. يشير التقرير إلى أن تنظيم الدولة استغل الفرصة للتجمع وشن الهجمات في العراق وسوريا، حيث تسببت الصراعات الطائفية بانقسام القوى التي كانت تحارب الجهاديين، لافتا إلى أن تنظيم الدولة يقوم بشن هجمات يومية منذ تشرين الأول أكتوبر، وعاد ليحارب ضد نظام بشار الأسد في شمال غربي سوريا حيث طرد قبل أكثر من عامين.
وتورد الصحيفة أنه بحسب البيانات التي قامت مجموعات الرصد بجمعها في العراق، فإنه كانت هناك 440 عملية تفجير واشتباك واغتيال وحالة خطف قام بها تنظيم الدولة أو قام بها مجهولون في مناطق يعرف أن للتنظيم وجودا كبيرا فيها على مدى 104 أيام، كان آخرها يوم الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنه يبدو أن للتنظيم وجودا قويا خاصة في محافظة ديالى شرق العراق ومناطق محافظة الموصل والأنبار، حيث يعتقد أن قائد تنظيم الدولة أبا بكر البغدادي مختبئ هناك. ويذكر التقرير أن التنظيم قام بشن 112 هجوما عن طريق انتحاريين أو سيارات مفخخة، حيث تضاعف المعدل منذ بداية العام، بالإضافة إلى أن التنظيم قام بالظهور بشكل جريء في مناطق احتفلت قوات التحالف الذي تقوده أمريكا بتحقيق انتصارات فيها، لافتا إلى أن متطرفي تنظيم الدولة قاموا بإنزال العلم العراقي في 29 من كانون الثاني يناير في بلدة حمام العليل التي تمت استعادتها في تشرين الثاني نوفمبر 2016، وهددوا المواطنين بعدم إعادته، فيما قال السكان في الريف غرب الموصل بأن تنظيم الدولة قام باستعراض عسكري في 6 من كانون الثاني يناير لاستعراض قوته في المنطقة. ينوه التقرير إلى أن التنظيم لجأ إلى التكتيكات القديمة البالية، فيما كان هناك عدد من الاغتيالات لرؤساء البلديات وللزعامات القبلية، بالإضافة إلى الاختطافات وطلب الفدية، لافتا إلى أن التنظيم قتل ما لا يقل عن 390 مدنيا عراقيا منذ تشرين الأول أكتوبر، بالإضافة إلى 142 شخصا من القوات الأمنية المختلفة. أقلع صاروخ فالكون هافي من إنتاج سبايس إكس وهو الأقوى في العالم بنجاح مساء الثلاثاء من قاعدة كاب كانفريال للقوات الجوية والفضائية الأمريكية في فلوريدا، حاملا سيارة تسلا كهربائية حمراء باتجاه مدار قريب من المريخ. سيضع هذا الاختبار الأول من نوعه حجر زاوية جديدة في مسيرة الشركة الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إذ من المرجح أن يمنح إطلاق الصاروخ سبايس إكس والتي مقرها كاليفورنيا ميزة جديدة بين شركات الصواريخ التجارية والتي تتنافس على عقود جذابة مع ناسا وشركات الأقمار الصناعية والجيش الأمريكي. يحمل الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا سيارة تسلا رودستار حمراء اللون مملوكة لماسك التي حملت إلى الفضاء كحمولة تجريبية، إذ أن الصاروخ الجديد قادر على نقل حمولة ثقيلة، وهو مبنى بشكل أساسي أو مبني بشكل أساسي من 3 صواريخ فالكون 9 تم الجمع بينها جنبا إلى جنب. والآن نتابع الكاريكاتير.
نشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.